أكلة تانية معروفة عندك بالمطعم أورفلي بيالدي. أورفلي بيالدي. أورفلي بيالدي قصة إنه الإمام بيالدي أكلة تركية مشهورة اللي هو الإمام مغمى عليه أو الغائب. مغمى عليه. إيه مرته مسويت له كانت مسقعة ومسقعة الباذنجان كتر ما كانت طيبة فرفح على قلبه وراحت عليه للزلمة. فالتراك عملوها وراحة قصة يعني. طب وهي شو فيها؟ فهي الباذنجان بس يحطوا الباذنجان المقلية بلقوها على الصحن هيك بتلاقيها نايمة على الصحن وعليها من فوق الصوص البندورة والفليفل بسموها إمام بيالدي. فـ I like the concept حبيت هي الفكرة. مسقعة عنا أو منزلت باذنجان بسموها أو شيء. هلا أنا غيرتها كلها ما لها علاقة في المنزل ولا علاقة بالمسقعة. عملت الباذنجان مشوي عليه من فوق حمرت المقدوس الحشوة تبعت المقدوس مع الطحينة مع الجوز. أوكي. فحبيت الشكل تبعها فشو بدي أسميها قلت أحلى شيء أورفلي بيالدي أنا رايحة علي أنا أنا المغمى علي. وعندك كمان شيشبرك جيوزو. شيشبرك فهمنا بجنن الشيشبرك. وشو الجيوزو؟ أظن كل بيت جيوزا. هلا جيوزا دامبلينجز يابانية. القصة تبعتها أنه أظن كل بيت في بلاد الشام عندهم هالاختلاف. حدا من ستات البيت بتحب الشيشبرك بالفرن، الثانية بتحبها مسلوقة سلق. أيه. بين أمي وعمتي وبين أمي كانت تعمل شيشبرك صراحة تتعذب وتعملنا إياها. فأنا وأنا صغير ما بحب الشيشبرك، يعني من الأكلات اللي ما كثير بتعجبني. أوكي. لأنه عجين وفيه شوية لحمة ولبن وكزبرة وتوم وفي شغل كثير وبالآخر يعني بتاكله بدقيقة يعني. 100%.